هانتوما البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالي، ديال الكيك ديالنا. شفتي كي جا؟ المهم هذاك الشيء اللي عندي في الدار زينت به وصافي. زدنا واحد القليب، انا درت قليب كتبت السميه ديال ولدي هنايا، دوك الكركاعات دار سميت هذاك البغيون كان عندي، كنت كنخدم به الصابلي، بقى عندي منه شويه، دهنت به هذا الشوكولات، وهذا جا واحد المنظر زوين بحويجات اللي هما بساط وموجودين في الدار. انا غادي نقطع لكم ونوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم قناه سهام للطبخ والجمال. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد، غادي ندير ان شاء الله واحد الحلوه ديال الكريم اولا ديال الجينواز، غادي نشاركها معكم ان شاء الله. المهم لهاد الجينواز كنحتاج عندي هنايا 5 ديال البيضات كبار، هاد الحجم هذا كبير، مغسولين، دايراهم هنا، واحد المعلقه ديال الفاني، جوج صاشيات ديال الكاكاو، خماره واحده، 150 غرام ديال الدقيق الحلويات، 150 غرام ديال السنيده. اول حاجه غادي نديرها البنات، عندي هنايا الماء طايب، غادي نحط فيه هاد لوبول، هو اللي غادي نطلع فيه البيض ديالي، وهانتوما معايا. هاد البيض البنات يكون في حراره المطبخ، انا خرجته من قبل باش يساعدني باش دغيا كيطلع ليا. غادي نزيد السكر، والباطور بطبيعه الحال ضروري يكون هذا. درت هنا هذا الماء باش يعاوني دغيا، غادي نطلع البيض ان شاء الله وانتم معايا. صافي البنات، دابا بعد ما طلعنا هذاك البيض، غادي دابا نزيد ليه الدقيق والخميره وكل شيء غادي نغربلو، وهانتوما. المهم انا دابا غندير فيها الشوكولات، حيت غندير داك الكريمه غنديرها بالكراميل، وعرفتوا الكريمه الكراميل، وغنسقيها بالقهوه. كاين الكراميل والشوكولات والقهوه كيتواتاو مع بعضياتهم. فهاد الصفاية غادي ندير الدقيق وغادي ندير الخميرة حتى هي، وغنزيد الخمارة. إلا عندكم هداك محسن الكيك تقدروا تستعملوه، ما تستعملوش الخميرة، وتقدروا ما تستعملوش الخميرة نهائيا، غير أنا كنفضل نستعملها، وخا في الجينواز كنفضل أنني نستعملها. غادي نغربل كل شيء باش ما يدبنيش فاش نكون كنخلط، حيت ما خاصنيش نخلط، غنخلط بواحد الطريقه اللي هي من الفوق لتحت باش ما يضيعش ليا. الخليط ديالي ديال البيض اللي طلعت بهذه الطريقه، غنبقى نطلع شويه بشويه حتى يتخلطوا ليا كاع المكونات لي زدت. عندي على فكره البنات، عندي 8 هاد المعالق بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش هاد الكاس، انا عبرت بهاد الكاس حيت هو واقيلا كيكون عند كلشي، ما عبرتش بالميزان باش زعما كلشي يكون عند المقادير. وحتى بالمعلقه، المعلقه كبيره، 8 د المعالق ديال السنيده و 8 ديال السكر، نفس الكميه، زائد هاد الكاكاو مر. الا درتو الكاكاو اللي شفتوه البنات، بقاو هزو حتى من التحت، ردوا البال من التحت، حيت كتبقى لينا هذيك هذاك سميتو الدقيق والمكونات الاخرين.
كيبقاو من التحت بعض المرات. دابا البنات غادي نديرها في هذه المولاده كما كتشوفوا درت فيه الورق ديال الزبده هذا، قطعته على شكل دائري ودرته غير من التحت ودهنت المول ديالي بالزبده. انا بغيتها دائريه، تقدروا ديروها في اي مول عندكم. بسم الله. دابا غادي ندخلها للفران، راني شاعله مسخناه، نشعل عليها من التحت ومن الفوق حيت عندي فران ديال الضو 180 درجه وصافي. ومن بعد انا دابا غنوريكم الكريمه اللي غادي ندير فيها. الكريمه اللي غادي نستعملها البنات غادي ندير فيها، غادي نستعمل فيها عندي هنايا فلون كراميل، عندكم الاختيار تستعملوا اللي كتحبوا، حتى كاين الفريز اولا الفاني ممكن تستعملوه. انا درت الكراميل، عندي جوج معالق ديال النشا بهاد العبار ديال المعلقه هاد الكبيره، وجوج معالق ديال السكر سنيده، ونسيترو ديال الحليب. السيترو ديال الحليب كما قلت لكم دوك جوج معالق ديال النشا، جوج معالق ديال سنيده، وهذاك ساشي ديال الفلون. انا عندي هاد الحجم هذا كبير. غادي نطلع فوق البوطه هاد الفلون وهاد الشيء كله تيولي عندي واحد الكريمه كما بحال كتصاوبوا الفلون عادي، حتى غادي نطلعوا ان شاء الله وغنوريكم اشنو غادي نزيد معاه. غادي نزيد معاه لا كريم شانتيي، ولكن حتى يبرد لي هذا غادي نديرو فوق البوطه حتى يتجمع مزيان يولي فلون، ونحيدو من هاد الكاسرونه ونديرو في الثلاجه حتى يبرد مزيان، عاد غنطلعو بالكريم شانتيي. وهانتوما معايا كيما شفتو غادي نبدا نحرك فيه بشويه بشويه حتى غادي يطلع ليا، ومن بعد نوريكم. راه كلشي كيعرف كيفاش كنطلعو الفلون عادي بحال اللي غادي نعطيو لوليداتنا، غير انا غنزيد فيه الكريم شونتيي باش كيعطيني واحد المذاق زوين وكيجي زوين بزاف. هانتوما غتشوفوه ملي نصاوب. هانتوما البنات شوفوا القوام ديالو كيفاش داير. دابا ما غاديش نخليه في هاد الكاسرونه هادي، غادي نبردو في هاد لو بول هادي ولا شي زلافه كبيره تكون واسعه. غادي نبدا نحرك فيه حتى نحس به انه برد، غادي نغطيه بسلوفان وندخلو للثلاجه حتى يبرد ليا مزيان. هانتوما يتحيد منو هذا البخار كامل، عاد غندخلو للثلاجه. فاش غادي نخرجو غادي نطلعو بهذيك الكريم شونتيي، فاش غادي يبرد ليا في الثلاجه عاد غادي نطلعو مع هذا الكريم شونتيي. هانتوما هذه بوحدها اللي شريتها البنات، داكشي اللي عندي في الدار قضيت به. الفلون كان عندي، عرفتوني انا ديما تيكون عندي في الدار كنستعملو بزاف، والحليب كاين كلشي كاين، المهم استعملت غير داكشي اللي كاين. غندير غير واحد زعما واحد الحلوه اللي هي بسيطه وبسيطه بزاف وصافي. هانتوما البنات بعد ما خرجت لا جينواز ديالي تلهبت لي واحد شويه حيت كان الفران سخون بزاف. المهم غادي نحيدها دابا من المول، غادي نحطها غير هنا، ما عنديش انا داك الشبكه اللي غادي نحيد ليها بشويه هذاك شتي كيفاش كيعاوننا البنات، كيعاوننا بزاف هذا البابي ديال الزبده اولا بابي سولفيغيزي كيساعدنا باش ما كتلصقش الحلوه. شفتوا انا ما عنديش هذيك الشبكه البنات باش باش زعما نخليها تبرد، عاد باش غادي نقسمها ماشي مشكل، غادي نخليها غير هنايا حتى تبرد وغنقسمها على جوج ونحيد دوك البلايص اللي محروقين. شفتوا كيفاش كتجي صافي البنات. دابا غادي نقطعها على جوج. هانتوما شوف كيفاش كتجي، غادي غير نبداها بهاد الموس، غادي نبدا ليها هاد الجناب بهاد الموس بحال هكذا، وغادي نكمل بالخيط كما كندير ديما غير هاد الجناب باش يحددوا ليا سميتو ديال الكيك. شفتوه كيفاش كيجي، كيجي مفشفش ومهوي. هانتوما بعد ما حليتها غير واحد شويه بالموس بحال هكذا
غادي نهز غير البكارة عادية بأي خيط كيما بغا يكون، وغادي ندخلو في هديك البلاصة اللي حليت، وغادي نجر بهذه الطريقة. كتجي التقطاع ديالها متساوي وكيسهل علينا. غادي نجر، غندير بحال الا بغيت ندير شي حزيمه بحال هكا، بحال بغيت نحزم داك الخيط، وغادي نقطع. دابا البنات هانتوما كتشوفوا كيما قلت لكم هذيك سميتو اللي خرج من الثلاجه برداد. دابا هكا بغيتها، غادي نزيد عليها هذيك الكريم شانتي اللي وريتكم، هذيك البودر ديال لا كريم شانتي، وغادي نخلط كلشي بالطراب الكهربائي حتى غادي يطلع عليا واحد لاموس ديال سميتو. هانتوما البنات غادي نطلعها بحال كنطلعها وكيفي بوحدو. هانتوما البنات شوفوا القوام ديال الكريمه ديالنا، كيجي زوين وشاد فراسو، وما تخافوش منه واخا تبات لكم الكيك. هذه هي احسن طريقه باش كتنكهوه كما قلت لكم بالنكهه ديال الكراميل، وفي نفس الوقت كيعطيكم واحد الكريمه واقفه. هانتوما تشوفوني غنديرها في البوش ونزين بها الكيك ديالي وتشوفوا كيفاش غاتجي. صافي البنات درتها في هذا البوش هذا اللي عندي، بعد ما سقيت نسيت ما وريتكم فاش كنسقي سميتو، فاش سقيت هذيك الكيك سقيتها بالقهوه يا البنات عادي سقيتها مزيان. غادي ندير دابا، شفتوا يا البنات الكريمه كيفاش كتجي، هانتوما كتبقى واقفه. صافي درتها بهذا البنات داك الموس اللي كنت شريت اللي كنت وريتكم في واحد الفيديو. دابا غادي ندير عليها الطبقه الاخرى غير بشويه، هادشي تيكون ما حيت ليها مازال والو يا البنات، علاش حيت ماشي مشكل. غادي نورك واحد شويه باش يجيني بحال 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 هكذا، حيت ماشي هاد هنا غير محمره بزاف، ماشي شي حراق اللي غادي يديرونجي فاش نكونو كناكلوها ولا شي حاجه. هانتوما دابا غادي نغطيها بداك الشيء الكريمه اللي بقات. هانتوما البنات بعد ما درت الكريمه في الجناب وفي كل شيء، غادي دابا نزوقها من هاد الجنب باش نحيد هاد العيب اللي كاين ليا هنايا، وصافي وندريسيها غير بشي حاجه بسيطه. داكشي اللي عندي في الدار غادي نديرو فيها، نديرو نزوقها بيه باش تكون غير هكا ما تجيش في لون واحد، ونوريكم الشكل النهائي كي داير ان شاء الله. دابا غادي ندير غير هاد سميتو بحال هكذا، كنتمنى تكفيني بعدا الكريمه معاه. هانتوما البنات هذا هو، هذه هي الكيك ديالنا كما كتشوفوا، هذا هو الشكل النهائي ديالو، وحطيت معاه شويه ديال السوف. راكم عارفين ماشي دايره على اساس عيد ميلاد، عيد الميلاد ديال ولدي ساله درتها لير زعما كفايت، وجا في هاد الظروف كان في الاخر ديال شهر 3 جا في هاد الظروف ما درت ليه والو وصافي، وديما مبرصني قلت علاش لا ما ندير عليه اليوم مفاجاه. فرح بزاف ورافقتها بهذا العصير ديال الفريز والحامض، حطيت هنايا شويه ديال الشباكيه اللي شاركت معاكم، وصافي. والطبيصلات اللي غادي ندير فيهم سميتو اللي غادي ندير فيهم الحلوه ان شاء الله، انا غادي نقطع منها دابا ونوريكم الشكل ديالها كيفاش جات.